والله حجها تقريبا 99. ايه ما شاء الله، هي اول حجه لي. اوه ما شاء الله. يمكن 14 خيام بعد؟ كلها خيام. اي والله كلها خيام. ثم رحتوا على طياره ولا باص؟ لا والله على ديدسن. ديدسن غماره. ايوه ايه، ومالين الصندوق ومالين الغماره. صحيح. اي والله في الصندوق؟ والله في الصندوق على اشراع وهذا. لا اله الا الله. اي بالله. ايوه. والمهم يعني رحنا. وقتها حر ولا برد؟ كان وقتها لا نص نص. ما هو بين نص استوى كبده الله. فكان بزابيز يعني نروح ونجيب اسطول على روسنا احنا يا صغار السن. ما كان فيه خدمات زي الخدمات الان. كان في بزابيز نمسك سراع عليها ثم نعبي، ويوم نجي الخيمه الا نصها منسف ونصها. وطبعا الذبائح او الاضاحي الهدي الله يكرمكم، كل يذكي هدي ويخليه يعني من كثره ال إيه يخلونها. ولذلك يعني عفنت بال شو اسمه بالطريق بل منى في منى في منى. اي والله منى غير منى، منى او منى. منى منى هذه تعرف منى انت؟ ايوه. المهم بنته. المهم ضاع اثنين، ضاع اثنين من الربع، ضاع اثنين من الربع ولا ندري وينهم، لا اتصال ولا شيء. المهم جونا ولا في جوالات ولا شيء، ما فينا جوالات. المهم جونا شو اسمه اليوم الثاني من 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 النحر. فكان واحد يقول هلا برفيق الضيعه. اذكره واحد قال له ليلى بن محمد، صوت ابو محمد شوي الله يجزاك، والثاني تركي بن نايف الله يرحمه ويسكن الجنه. الصوت فما جونا الا بعد يومين ضاعوا. ورحنا وبلغنا الشرطه فيهم يمين كبارهم بس ما يدرون وين موقعنا. عاد اخيرا بعد يومين هلا برفيق الضيعه. واحد الى الان واحد يقول ميت خويا هلا برفيق الضيعه. الى واحد مات الله يرحمه الله يغفر له اللي هو تركي بن نايف، والثاني ابو محمد لا زال موجود بصحه جيده. ايوه كنا يعني مزدحمين، الصندوق مليان متروس، والغماره برضه كذلك يعني شيبان كلهم شيبان. اي والله ذكريات جميلة. ذكريات جميلة والله ما انساها. طيب عشان الوقت عندنا، واحد مرسل لي رسالة يقول لا تزل